امبارح الفريق خد اجازه، لان بعد مباراه زد الوقت كان ضيق جدا ما بين مباراه زد ومباراه الزمالك، على طول كان يوم الجمعه في تدريب صباحي. السبت كولر منح الفريق راحه سلبيه، النهارده التدريب حوالي الساعه 6، وبعد تدريب الفريق هيدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الزمالك بكره الساعه 7 على استاد القاهره. كل التفاصيل والكواليس نروح مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي متواجد حاليا في مقر النادي في الاهلي في الجزيره عشان نعرف منه اخر الترتيبات واخر الاستعدادات لمباراه القمه. كريم مساء الفل وكل سنه وانت طيب. مساء الخير ومساء الفل عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل سنه وانت طيب وكل سنه وكل الشعب المصري بخير، ويا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي غدا بمشيئه الله. عايزك بقى تطمني على ماتش القمه، كيف يستعد الاهلي، كيف يستعد كولر، اخبار اللاعبين، كل التفاصيل المتاحة اللي ممكن نطمن بيها جماهير النادي الأهلي قبل ساعات من لقاء القمة غدا. مواجهة مرتقبة بالتأكيد محمد، الكل منتظرها، جمهور النادي الأهلي، جمهور الزمالك، الفريقين، اللاعبين، كل الحقيقة منتظرة هذه المباراة تحديدا مع النادي الأهلي. مكاسبها إن شاء الله بإذن الله في حالة الفوز هتكون مهمة جدا جدا، وده الرهان الكبير اللي بنراهن على لعيبة النادي الأهلي معنويا نفسيا. عندك مرحلة أفريقية، عندك بطولة أفريقية، عندك قبل النهائي، كل الأمور دي الحقيقة مع قيمة مباراة الزمالك، مع قيمة الديربي، مع المباراة الكبيرة اللي بننتظرها كلنا إن شاء الله بإذن الله، لاعبتنا كالعادة تكون في قمة تركيزها. يمكن تكلمت محمد الكل بيتكلم طبعا خلال ال 48 ساعه الماضيه على العدد الكبير جدا من الاصابات، يعني ما ينفعش ان احنا نعدي الاسماء بسهوله كده، لان الاسماء يعني مؤثره بشكل كبير، قامات كبيره جدا، خبرات، كنا بنحتاج اي عنصر يكون متواجد فيهم، على راسهم الحقيقه الشناوي. يمكن الشناوي بعيد عن التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي بيتدرب بشكل منتظم جدا، لكن الحقيقه كان دوره مهم جدا في التحفيز وفي المحاضرات اللي يمكن بيعقدها مع اللعيبه، بيتكلم مع اللعيبه بشكل قوي جدا على اهميه المباراه واهميه المرحله، لان هي مرحله مهمه جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله بنتمنى لعيبتنا تكون في قمه تركيزها. الجهاز الفني بالكامل الحقيقه محمد بيقوم بدور كبير جدا جدا، يعني ابتداء مستر كولر، كابتن سامي قمصان، هارالد اندويا مخطط الاحمال، كارلوس ايضا، كمان المدرب ياسين المكاري في التحضير الفني والهايلايتس اللي بيساعد بشكل كبير جدا. الحقيقه كل الجهاز الفني بيقوم بدور كبير جدا بجانب ميشيل يانكون اللي بيأهل الحقيقه مصطفى شوبير بشكل قوي جدا الحقيقه. يمكن الامور دي بتدينا طمانينه، لكن في حذر كبير جدا، في ثقه بالتاكيد عند لعيبه النادي الاهلي، لكن الحذر موجود. المباراه دي بتحسم بنص فرصه زي ما بنقول، عشان كده كان مستر كولر اكد على هذا الامر. عايز اقول لك يا محمد، يمكن قبل انطلاق المران انت ذكرت ان التدريب هيكون الساعه 6، لكن هتكون في محاضره كالعاده، محاضره مهمه جدا بتستغرق 40 و45 دقيقه، معودنا مستر كولر على هذا الامر، الراجل عايز يامن على الشكل العام بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، سيناريوهات المباراه، التغييرات، الغيابات زي ما قلنا، مين اللي هيتوظف، مين هيكون متواجد، الامور دي الحقيقه بتدرس بشكل قوي جدا. عندنا عناصر غايبه، لكن زي ما بنقول الاهلي بمن حاضر، عندنا سكواد مميز ورائع جدا، وبنشوف الحقيقه الظهور الرائع لعمر كمال عبد الواحد، بنشوف الثقه الكبيره جدا لمنعم ورامي ربيعه، بنشوف ايضا كمان محمد هاني، اكرم توفيق، عندنا الحقيقه عدد من لاعبي النادي الاهلي. لكن هو الامر الحقيقه اللي كلنا منتظرينه محمد، العدد من الاصابات، او مروان عطيه هبدا معاك بيه، يعني مروان زي ما الجهاز الفني اعلن جاهزيه مروان طبيا، لكن منتظرين محمد نشوفه في التدريب النهارده، ده امر مهم جدا هيحسم لنا امور عديده. هل يكون متواجد في التشكيل الاساسي؟ هل يكون متواجد في القائمه؟ لان مروان الحقيقه اضافه كبيره جدا مع الغيابات اللي اكدنا عليها وقلنا اكتر من مره. الحقيقه كمان يمكن عندنا معلومه ان كريم نيدفيد هيكون متواجد ان شاء الله النهارده في التدريب الجماعي، وممكن يكون متواجد بشكل كبير جدا في القائمه اللي باذن الله تكون مشاركه في مباراه الاهلي والزمالك. استمرار بقى حسين الشحات للتاهيل زي ما قلنا، امام عاشور، ياسر ابراهيم، كل اللعيبه دي الحقيقه ماشيه بمرحله مهمه جدا، لكن اهميه النهارده ان احنا نشوف اللعيبه على ارض الواقع في التدريب، ده امر مهم جدا. الثقه والمعنويات مرتفعه بشكل كبير جدا، اللعيبه عارفه زي ما بقول لك يا محمد قيمه هذه المباراه، وبعد المباراه كمان زي ما بقول لك خلاص يمكن انت عارف تحدد السفر الى الكونغو يوم الاربعاء الساعه 2 الظهر، فبقول لك المكاسب والمعنويات مهمه جدا في هذه المباراه. بعيدا عن الثلاث نقاط، النادي الاهلي بيبص لبعيد، النادي الاهلي عنده هدف وتحدي كبير جدا في بطولات كثيره جدا داخل فيها، لكن الفصل مهم جدا، ان انت تطلع تفصل من بطوله الدوري للبطوله الافريقيه، ده امر مهم جدا، ودي الخبرات الحقيقه اللي متواجدين فيها. يمكن كمان النهارده منتظرين نشوف علي معلول، زي ما شفنا يمكن علي اشتكى شويه من الاجهاد العام بشكل كبير، ان شاء الله باذن الله علي النهارده يكون متواجد في القائمه او يكون متواجد في التدريب النهارده، يؤدي جرعه تدريبيه قويه وكامله هتدينا المؤشر اللي احنا منتظرينه، ان علي ان شاء الله يكون متواجد مع كل لاعبي النادي الاهلي. الامور طيبه جدا حتى هذه اللحظه، منتظرين بس باكد على هذا الامر. اتفضل يا محمد. اخر سؤال، حسين الشحات هل ممكن يكون في التدريبات الايام الجايه او النهارده بس بالواقع القناع اللي هو الوجه عشان الاصابه، ولا لسه قدامه شويه وقت؟
لا يا محمد، يعني يمكن زي ما احنا قلنا، يمكن زي ما صرح ايضا كمان الجهاز الطبي حسين خلاص، يمكن الخمس ايام انتهت بالنسبه له، الراحه السلبيه التامه. النهارده حسين ممكن يكون متواجد بالقناع الطبي، ياخد بعض التدريبات، لكن يبدا النهارده ان شاء الله حسين الشحات مع فريق النادي الاهلي او تدريبات فرديه. يعني هي الامر بس للطمانينه في الوش يا محمد، انت عارف بتكون مهمه جدا ان انت يكون في أكيد. تقرير طبي معين، يكون في التزام كبير جدا من حسين الشحات في التدخلات. فيمكن حسين النهارده ان شاء الله زي ما بقول لك 6 مساء بس يبدا التدريب، وننتظر نشوف كل اللعيبه على ارض الواقع. الامر بيكون مختلف جدا، احنا بنتكلم طبعا، لكن محتاجين ان احنا نشوف اللعيبه بشكل كبير جدا في التدريب وفي الجرعه التدريبيه الكامله بشيئة الله. الزميل العزيز كريم احمد، موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا.